تجيب كرسي وقعد على حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروس الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. العنوان: باب من هجر أخاه سنة. شايف العنوان؟ باب من هجر أخاه سنة. نحن كنا عم نتكلم البداية في الهجر، لكن الآن هذا الباب في من هجر سنة كاملة. وبه إلي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش الأسلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وفي رواية هكذا بهذا التصريح، في هامش خلاصة التهذيب قال: فقد سفك دمه. والسفك إراقة الدم، يعني كأنه لما قاطعوا هذه الفترة الطويلة كأنه استباح دمه، كأنه قتله ولو معنويا. تبانا. فهذا الحديث يعني تحذير تنبيه خطير، أن الإنسان عندما يهجر أخاه سنة كاملة فقد سفك دمه. شغلة خطيرة، بده ينتبه الإنسان. الله. الهجر شو؟ الهجر ذكر الإمام الإمام القسطلاني، لأنه في شرحين للبخاري، قال: وهي مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما. ما بدي أحكي معه إذا ما شافه، إذا ما شافه هذا ما اسمه في تليفون يعني. إيه لكن الآن وسائل التواصل الاجتماعي، لأن أنا يعني أنا كثير بحبلي كان لأنه ما بلاقوا بعض لا لا ليس حتى ذكر: وإعراض كل واحد منهما عن الآخر عند اجتماعهما لا مفارقة الوطن. يعني لا يعني أن أنا لا سمح الله اختلفت معك أن أترك الوطن وأغادر، لا، المراد أننا في بلد واحد، في بيئة واحدة، في حلب، الشام، في حي واحد، ندخل إلى المسجد، نحاول ألا كل واحد يدير شو عن الآخر، لأنه ورد في الحديث: فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. إذن المقصود هنا مفارقة الأبدان وعدم محاولة السلام على بعض، أو يرد أو يسلم الأول فيرفض الآخر أن يرد السلام. وبالحديث التالي في نفس الباب: وبإليه قال: حدثنا إبراهيم بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدث أن رجلا من أسلم قبيلة، قال في الشرح: لعله أبو خراش الذي ذكره هنا، ما قال عن الرواية الأولى أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش الأسلمي. فهنا يقول الشارح لما قال أن رجلا من أسلم ما ذكر اسم الرجل، قال: لعله الذي ذكر في الرواية الأولى أبي خراش. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجر المؤمن سنة كدمه، يعني كسفك دمه. وفي المجلس، يعني في مجلس الحديث اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب، فقالا: قد سمعنا هذا عنه. يعني هذا تأكيد أنه في، يعني كأنه صار سند آخر. هناك أيضا إسلام قالا: سمعنا هذا الحديث. صاروا 5 دقائق. أي شيخ. طيب نكتفي هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.